واحدة بتقول أنا حزينة جدا يا أبي لأن كنت من عشاق حياة المخدع مع الرب، وكانت علاقتي بالرب علاقة قوية، وكنت أشعر أن لي إيمان قوي حتى أدركت حقيقتي، فواجهتني بعض المشاكل القوية وصليت من أجلها وعملت كل شيء ممكن أن يعمل وحطيت على المسبح. ابتدت تتكلم أنها جهدت كل الجهادات، عندها مشكلة دلوقتي أن بعد كل الجهادات دي فقدت ثقتها في الصلاة وعلاقتها مع ربنا مش زي الأول، لأن ابتدت تحس إن ما عندهاش إيمان خالص خالص، وكل اللي كانت تهيئ لها في نفسها بقى مفيش، ومش عارفة تقوم تاني ولا تصلي تاني، وبتطلب من ربنا إن ربنا يجلها الفرح ويرجعها لها تاني حب المخدع ويرجع لها تاني النعمة والبهجة. بص بقى، أول حاجة أنت عندك إيمان، لو ما كانش عندك إيمان ما كنتش جيت النهاردة، لو ما كانش عندك إيمان ما كنتش كتبت السؤال، لو ما كانش عندك إيمان ما كنتش تبقي لسه مستنية الإجابة على السؤال. فبلاش حكاية التطرف أو الإكستريم إن أنا ما عنديش إيمان، لا أنت عندك إيمان بس تهزيتي. يعني القديس بطرس كان عنده إيمان، ولو قال له لو كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك، وابتدى يمشي على المية شوية، بعدين شك فابتدى يقع. يبقى أنا ممكن تحت ظروف معينة تحصل لي هزة نفسية تأثر على الإيمان، آه، وممكن دي أكون محتاجها، آه. ليه؟ لأن أوقات زي ما تقول الواحد يعتقد أنه له حياة مع الله وله كمال الإيمان، وأول ما يتشك بدبوس يبتدي يقول أي، وبعدين يقول هو فين الإيمان؟ طب أنا صليت وربنا ما استجابش. على فكرة إحنا كلنا ممكن نمر بكل ده، فاطمني اطمني اطمني. لما يكون حتى أب كاهن بيصلي من أجل مشكلة وبعدين المشكلة دي ما تتحلش، نفس الأب الكاهن ممكن للحظة يرتجف ويقول له أنت فين يا رب؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ ده داود اللي كله إيمان وبيألف المزامير قال لربنا كده. وبالتالي احنا عرضه للهزات الايمانيه، ميزتها ان انا بتعلم الاتضاع، ميزتها بتعلم اللجاجه اكتر، ميزتها ان انا امسك في ايديا ورجليا وبعد ما في ربنا واتشعبط في رجليه، وبدل ما كنت اقول للناس يا جماعه خلي عندكم ايمان اقول لا، ده لما الانسان بيمتحن ممكن يطلع ايمانه ايه؟ ضعيف. فانت محتاجه تصلي وتقولي اؤمن يا رب فأعن عدم إيماني، أؤمن يا رب فأعن عدم إيماني، أنا بنتك ومعرفش غيرك، والشيطان استغل الموقف اللي أنا مريت بيه بمشكلة إنك أنت لم تستجب بحسب إرادتي، أنا هزني في الصلاة وهزني فيك، لكن لا، أنا واثقة أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين هم يحبون الله، ولو المشكلة ما تحلتش يبقى أنت قاصد بحكمتك إنها ما تتحلش عشان تعلمني حاجة. لسه مهزوزة ممكن، لسه مش واثقة ممكن، لكن تشددي وانتظر الرب من محرس الصبح إلى الليل ومن محرس الليل إلى الصبح، نفضل مستنيين عمل الله، ومش بالضروري إن ربنا هيحل المشكلة زي ما أنا عايزاها، هو يا هيعزيني يا يقويني يا هيفهمني حكمته يا هيحلها، لكن مش في كل مرة المشاكل هتتحل زي ما احنا عايزين. اديكوا دليل من الكتاب المقدس، بطرس ويعقوب كانوا مسجونين هما الاثنين في السجن، والكنيسة كانت تصلي بلجاجة من أجلهم، ومين اللي بيصلي؟ مش أبونا فلان ولا أبونا علان، ده التلاميذ. التلاميذ كانوا بيصلوا. إيه اللي حصل؟ واحد اتذبح، واحد خرج من السجن. طب حكمتك يا رب ايه؟ لا انا عارف حكمتي، انت مش هتفهمها مهما كنت، انا شايف ان يعقوب يطلع السما دلوقتي ويبقى شهيد بدمه يروي بذور الايمان، وشايف ان بطرس محتاجه في الخدمه كام سنه بعدين يحصل يعقوب ويتصلب بالمقلوب، يبقى انا ليا حكمه. وبالتالي لما بنصلي مش كل الأمور هتتحل زي ما احنا عاوزينها، هتتحل بحسب حكمته. طب هيحلها ازاي؟ تبقى المشكلة كما هي ويعزيني،
تبقى المشكلة كما هي ويفهمني، يا إما يحل المشكلة يا إما هيصبرني عليها ويعزيني. فإحنا ما نتهزش، بس إحنا بنعرف حقيقتنا إن إحنا أضعف ما نكون، وربنا هيسندنا.